ايه اللي توقفت امامه استاذ محمد في نعي الدوله المصريه للسلطان قابوس وايضا اعلان الحداد لمده 3 ايام؟ يعني دلاله ده ايه؟ له دلالة كبيرة بالطبع. في الأول نعزي شعب عمان والأمة العربية والإسلامية بوفاة المغفور له إن شاء الله السلطان قابوس. العبارات المؤثرة التي استخدمها البيان الرئاسي والنعي المصري تدل على المكانة الكبيرة والتقدير والحب. الحقيقة أنه ليس فقط من جانب الدولة المصرية أو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن الشعب يحب، وهناك تجاوب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي تعزي بالفقيد الكبير للأمة العربية. إعلان الحداد والتحرك المصري نحو تأبين الفقيد وكل ما ذكر عن مآثره وعلاقاته المتميزة بمصر وبالعالم العربي منذ توليه السلطة ونحو 50 عاما وهو يدعم مصر، استقبال الراحل الرئيس السادات له بالزي العسكري عقب نصر أكتوبر، والقرار الذي اتخذه بتخصيص ربع رواتب الموظفين لدعم المجهود الحربي وإرسال قافلتين طبيتين للجبهة المصرية والجبهة السورية في ذلك الوقت. أيضا كما تفضلتم وذكرتم وأزعتم الدولة التي دعمت مصر عقب توقيع اتفاقية السلام لم يقطع علاقاته مع مصر واحتفظ بعلاقات طيبة، بل أكثر من ذلك في عام 84 له مقولة تدعم مصر بشكل كبير أن مصر هي الأساس في النسيج العربي، وأنه كان لها العديد من التضحيات الكبيرة والمقدرة في التاريخ العربي. أيضا مع استمرار العلاقات الطيبة والزيارات المتبادلة بين مصر وبين قادة مصر والسلطان قابوس، كان هناك حالة من الود والدعم الكبير حتى عندما جاء ثورة 30 يونيو والدعم الذي قدمه لمصر.